اللي كسبت الجايزة الأولى كسبتها بالتزوير، وأنا عرفت بقى الموضوع ده من مصدر موثوق منه إنها مسحبة 2 من لجنة التحكيم. طب واللي كسبت الجايزة التانية؟ أنا التانية. أنت الوصيفة التانية يعني التالتة، في الملكة والوصيفة الأولى والوصيفة التانية. ثم إن الموضوع ده قدم خلاص يا نادية، ده بقاله فوق الأسبوع. طب وأنت متغاظة ليه؟ هم عايزين يسمعوا. ما إحنا حكينا لهم. لا، لما يعرفوا إن صاحبة الشأن حاجة تانية. طب وأنت يا نادية كنت مختفية ليه طول الفترة اللي فاتت دي؟ يا ده أنا كنت مشغولة أوي أوي أوي، وكان عندي مقابلات كتير، اللي كانوا عايزين يعملوا بيا إعلانات، واللي كانوا عايزين يشغلوني مانيكان. آه إعلانات، بس أنت نسيتي حاجة يا نادية، كانوا عايزينها تمضي عقود 10 أفلام. على فكرة ليلى شكلها متغاظة منك جدا. برضه ما ردش؟ طب انت ليه ما كتبتيش جواب وبعتيه له انت؟ كل ما امسك الورقة والقلم عشان اكتب له حاجة اقعد بساعات مش عارفة اكتب ولا كلمة. معلش يا دليل. ما تخافش، ما حدش شافني وانا طالعه لك. انت من امتى بتجيلي كده من غير ما نبقى متفقين؟ انت اللي بقالك مده بتتهرب مني مش راضي تديني ميعاد. وحشتني. ده برضه مش مبرر يخليك تجيلي من غير اذن. هو انت مش لوحدك ولا ايه؟ ده موضوع مالكيش دعوه بيه خالص. ايه اللي غيرك من ناحيتي فجاه كده يا يحيى؟ زهقت يا سوسن، زهقت وقررت انهي علاقتنا دي خالص. ليه؟ هو ده قرارك لوحدك؟ اكيد. ولو انت قررتي ده الاول انا كنت احترمه وابعد، علشان ما ينفعش طرف يجبر الطرف التاني انه يستمر في علاقه هو مش عايز يستمر فيها، وبالذات في نوع العلاقات اللي زي علاقتنا دي بالظبط. بس انا ما اقدرش اعيش من غيرك. مش حقيقي يا سوسن. لا حقيقي يا حي، عشان انت مش مجرد راجل بقابله في اوضه نوم. ده انا وافقت افضل عايشه مع يسري وما اتطلقش عشان خاطرك، عشان خفت تسيبني لو عملت كده. على فكره دي حياتك وانت حره فيها، تتجوزي مره تانية، تخوني، تخلصي، ده مش موضوعي. انا كمان حره في حياتي، وانا قررت انت ما تبقيش فيه. واضح. انت بتحب واحدة تانية مش كده؟ انت ليه بتضطريني اقول لك كلام يضايقك؟ انا ما كانش في حب في حياتي، علشان كده انت كنت موجودة، وانت عمرك ما كنت حب، وانا فهمتك كده. انا عمري ما خدعتك. العيلة صاحبة بنتك؟ تبقى اتجننت يا يحيى، لو بتسيبني أنا عشان خاطر دي تبقى أكيد اتجننت. أنت اللي اتجننتي لما قلتي بنت بريئة محترمة نظيفة بواحدة زي كده في راجل تاني بيشارك جوزها فيها. انت اللي اتجننتي. اتفضلي اطلعي دلوقتي بره حالا، وما تحاوليش تشوفيني حتى لو صدفه. حاضر. بس غلاوتك عندي لا تنسى.